اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا. الحمد لله رب العالمين. 4 ديسمبر 2019 الساعة 9:10 وقت تاريخي أعتقد، كتاب تاريخ لشركة استداد. شركة استداد الشركة اللي الوليدة اللي لسه بادئة من ملعب مختلط تيتش، بتبدأ أول مشاريعها الكبيرة مع العملاق النادي الأهلي. يعني النادي اللي الواحد ياما كان بيعدي بس من على باب النادي وكان بيحلم انه حتى بس يخش النادي، النهارده مش بنعمل صفقة واحدة، بنعمل حزمة من الصفقات الاقتصادية مع النادي الأهلي في رؤية 25 سنة. فحتى احنا بنقول كده احنا قاعدين في النادي الأهلي 25 سنة ان شاء الله بنشتغل وبنعمل شغل اقتصادي مع النادي الأهلي. خلونا النهاردة نتكلم عن موضوع الحزمة الاقتصادية أو الوحدة الاقتصادية المبنية. هي مجموعة مشاريع اقتصادية بدأناها مع النادي الأهلي، بدأناها بقناة النادي الأهلي اللي احنا إن شاء الله بنوعد في خلال شهور صغيرة جدا هنبدأ ونشتغل على شكل التطوير الأكتر والشغل يبقى فيها بشكل مختلف بتقنيات مختلفة. قناة النادي الأهلي هي دائما ودوما الحلم الخاص بجماهير النادي الأهلي ودائما بتتعلق بجماهير النادي الأهلي. صالة الألعاب الموجودة في الجزيرة، يمكن واحد من زمايلنا دعبني النهاردة الصبح وقال لي كابتن صالح سليم كان دائما بيتكلم عن الصالة دي، فسبحان الله هي نفس الصالة اللي احنا خدناها ووسعنا رقعة النادي عشان خاطر الجمعية العمومية في استخدامهم لحمام السباحة، بيربطها بالنادي الأهلي شارع اسمه شارع الأسطورة صالح سليم. فدي حاجة يعني وجدناها ان سبحان الله بعد كام سنة حققنا ده، وان النادي الأهلي هياخدها وهتبقى مقر آخر لحمام السباحة للنادي الأهلي. استاد النادي الأهلي هي فكرة ان احنا نتعاون ونشتغل على استاد كديمو لاستاد النادي الأهلي 4 سنين 5 سنين 8 سنين لغاية ما النادي الأهلي يعمل الاستاد بتاعه. وانا متأكد ان كابتن الخطيب مش هيهدله بال لغاية ما يشتغل على الأرض في استاد النادي الأهلي. يعني انا اشتغلت معاه فترة طويلة فانا متأكد انه هيفضل كده لغاية ما إن شاء الله يشتغل، وده حلم كبير جدا للجمهور النادي الأهلي. إحنا بالنسبة لنا قلنا هنشتغل على ديمو نحقق مؤقتا هذا الحلم، يفضل معنا لغاية ما الحلم ده يتحقق ونعمل فيه كل الشغل اللي هيتعمل الفترة اللي فاتت. أخيراً المشروع اللي أنا بشوفه أنه واحد من أكبر المشاريع في ده أنه فرع للنادي الأهلي في الصعيد. ده أعتقد أنه كان مشهد أن الكابتن الخطيب كان شغال عليه بشكل كبير. إحنا جينا أخذنا المشهد ده والحمد لله تعاقدنا عليه وبقى للنادي الأهلي إن شاء الله في غضون شهور قليلة جداً جداً فرع للنادي الأهلي في الصعيد. وانا جاي في السكه في حاله فرحه كبيره جدا عند جمهور الاهلي وعند الجمعيه، وده بصراحه يعني خلى الواحد زي ما انتم شايفين كده بهذا الوضع قد ايه متحمل المسؤوليه الكبيره جدا. وهي ده دور شركه استداد اللي زي ما الحمد لله فرحت جمهور النادي الاهلي والجمعيه العموميه. هنشتغل مع كل الانديه، هنشتغل في كل المحافظات هتوصل لها شركه استداد علشان نطور المنشات بكل طرق ليها ونحاول نخليها على المستوى اللي تسعد الناس بشكل رياضي وبشكل ثقافي حتى وبشكل ترفيهي في كل الفترات اللي جايه ان شاء الله. عشان اقف الوقفه اللي انا واقفها دي في ناس كتير جدا تعبوا علشان خاطر وامنوا بالافكار اللي احنا قدمناها الفتره اللي فاتت. خلوني الاول بعد اذنكم اشكر ساده اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، ده اول من امن بفكره دخول القطاع الخاص وانه ادانا فرصه ان احنا نشتغل في تدوير استاد السلام. انا بشكره وبقدم له تحياتي من هنا. تحياتي للدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم اللي بصراحه الراجل
اللي بصراحة الراجل يعني قعدنا جلستين وخلصنا كل التفاهمات اللي بيننا بشكل سريع جدا، وده كان متفاعل جدا، ودي بداية جديدة بين شركة استادات ووزارة التربية والتعليم، مش بس في المنشآت الرياضية اللي بتمتلكها وزارة التربية والتعليم، بل أكتر وأكتر في الأنشطة الطلابية إن شاء الله الفترة الأخيرة. أشكر أخي الدكتور أشرف صبحي. دكتور أشرف صبحي يمكن وجوده في وزارة الشباب والرياضة هو اللي مدي كل المستثمرين النفس والطاقة اللي بيشتغلوا في الاستثمار الرياضي، لأنه زي ما أنتم عارفين هو راجل أكثر خبرة في مجال التسويق الرياضي، فهو يعني بصراحة بيدي مساحات كبيرة جدا لفكرة التسويق الرياضي. أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، كل أعضاء مجلس الإدارة شخص شخص وفرد فرد، أنا بقدم لكم كل تحياتي وبأشكركم جدا على الدعم اللي انتوا اديتهولنا كشركة استادات، ووقوفكم معانا ومع الفكرة ومع التطبيق، وإن شاء الله واقفين معانا الفترة الجاية خطوة بخطوة لغاية ما نخلص كل الحاجات دي. كل الهيئات التنفيذية، أنا مش عايز أنسى حد، دكتور سعد، سيادة المستشار، كل الناس اللي تعبوا معانا، محمد مرجان، أنا مش هقول أسماء، كل الناس اللي تعبوا معانا عشان نوصل لهنا. أخيرا بقى كابتن محمود الخطيب، بصراحة أنا يعني أنا متأكد إن أنتوا عارفين كويس قوي إن أنا شهادتي مجروحة على كابتن محمود، بس الراجل ده بأمانة يا جماعة بيتعب جامد جدا عشان خاطر النادي، وبيعمل مواقف أنا كنفسي كراجل بشتغل في البيزنس ما أعرفش أعملها. يعني تلاقي كابتن الخطيب تكلمه في التليفون تقول له كابتن إحنا الموضوع الفلاني، قال لي طب تعالى كامل عندي البيت الساعة 9، أنا عندي حقنة الساعة 8، تعالى الساعة 9. طب يا كابتن حاجة أعمل إيه بس؟ يعني حضرتك تعبان بلاش، لا تعالى يا كابتن. فطبعا تبقى انت رايح في السكه عندك امل كبير انه الكابتن يبقى تعبان شويه فما ياخدش باله فتعدي حاجه فحاجه تفوت. بصراحه الكابتن ربنا يا رب يديله الصحه ويخليه. الراجل ده هو بيشتغل في على منطقين، خلاص انا عرفتها، يعني ان شاء الله لو عملت ديل تاني مع كابتن الخطيب هي في منطقتين الكابتن بيشتغل عليهم، رضا جمهور النادي الاهلي ورضا الجمعيه العموميه. يفضل ماشي ورا الاثنين دول، انت لو ماشي ورا الاثنين دول هيعمل لك اي حاجه ويساعدك فيها. انا قد ايه بشكركم، وبقول للناس كلها الموجوده بقدم لكم تحيات شركه استادات، وكل واحد في اللي قاعدين اتمنى انه يطلع موبايله ويصور نفسه سيلفي، عشان مش بس هيقول لاولاده المكان اللي احنا فيه النهارده، بالتاريخ اللي احنا فيه النهارده، بالمشاريع اللي احنا فيها النهارده، لا هيقول لاولاد ولاده انا كنت موجود في استاد وملعب مختار التتش في اليوم التاريخي ده اللي حصل فيه كل المشاريع الاقتصاديه دي. ربنا يبارك لكم ويخلينا النادي الاهلي اللي بيكبر بخاطرنا وبيقف معانا كلنا. الف شكر.